ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. بعض الأحيان تصعب على بعض المدربين قراءة الأرقام واستنباط تنظيم الفعالية. هي الحقيقة بسيطة جدا جدا، يعني ما نسميها أكثر من بسيطة، حتى لو لم ترى أرقام وتجي تشرح الفعالية شنو. هذا يسمونه تمرين 60 يارد، يعني هذا 60 قسم الثلاث أقسام 20 يارد، وهذا 40، فيصير 60 طولا وعرضا 40، مجموعتين تشتغل. الغاية منه هو التركيز على ما يعرف أداء فني بدني جيد، وفي مناولات نسميها قصيرة وفي مناولات متوسطة أو طويلة حسب ما سنرى بالفعالية. فأنا عندي 2 و4 وهنا 6 وعندي 3 و5 و7 يبدون بالفعالية. زين، فاللي يبدي هنا آدم يبدي، المدرب يطلع جهاز يبدأ اللاعب هذا من المفترض يؤدي 20 ياردة دحرجة، يلعب مناولة جدارية ويا اللاعب رقم 4 يرد الكرة خلف العلامة، يهاجمها اللاعب رقم 2 يلعبها طويلة إلى اللاعب رقم 5 يا شباب، يهيئ الكرة إلى اللاعب شو 4 يروح للكرة يلعب طويل قطري إلى اللاعب اللي ينتظر خلف اللاعب 3 اللي هو 9 عشان يبدي. وهذا من هنا تصير نفس الشيء، دحرجة مناولة جدارية مناولة، يعني اللاعب 2 ايش يعمل و3 دحرجة مناولة جدارية ويا زميله اللاعب المقابل، يذهب للمناولة الجدارية في هذا الفراغ يلعبها طويلة ويروح خلف مجموعة 6، بس هذا شغله. بينما هذا شغله أبسط، أنه يهيئ الكرة بهذا المربع ماله إلى اللاعب زميله 4 يروح للكرة. زين، وهذا من هي الكرة ما يسوي شيء، يروح مكان 4 لأن 4 راح يروح للكرة يلعب كرة قطرية ويركض قطريا يروح خلف المجموعة، بس دول يعملون نفس الشيء. يعني احنا قلنا هذا اللاعب رقم 3 يلعب ويا 5 جدارية شو ويلعبها الى 7 ويروح خلف مجموعة 7، خلاص شغلة 3. هذا يهيئ الكرة لمن؟ يهيئ الكرة شو هنا للداخل الى 5 يروح للكرة يلعبها الى لاعب قطريا، لاعب القطرية اللي هو 8 يستلم الكرة، هو نفس هذا اللاعب نفسه اللي لعب هنا راح ينتقل خلف المجموعة هاي، فيصير تغيير باللاعب. شوف ايش قد بسيط بدون ان تضع ترقيم. يعني انا هسه ما وضعت ترقيم، وضعت شرح. فاللاعب 2 يروح خلف اللاعب خلف مجموعة اللاعب 6، لاعب 6 يروح مكان اللاعب 4 يتهيئ، واللاعب 4 يمر ويروح عكس المجموعة خلف مجموعة اللاعب احنا سميناه 3 ودولات بالعكس. بس هذا 60 ياردة ممتاز، ب 20 ياردة مناولة، ب 30 ياردة مناولة، ب 40 ياردة مناولة، وبركض 40 ياردة، وبركض 30 ياردة، وبركض 10 ياردة أو 20 ياردة، وبيركض منوع إنه قطري أو مستقيم أو أفقي، بكل شيء شكل أشكال يعني من الركض اللي تصير بالمباراة. هذا مهم جدا أنه تأخذ بالحسبان، أنه بعض الأحيان ما تحتاج أن ترقب، لأن الترقيم يشغل المدرب مثلا المبتدئ مدرب الشاب. وإحنا من أهداف برنامج التعليمي الاهتمام بالمدربين الشباب اللي هم في بدايات حياتهم، فإن شاء الله هذا البرنامج العراقي المجاني اللي يخوض غمار زيادة وتحسين ما يعرف بالكفاءة الفنية للمدربين العرب وخصوصا العراقيين،
يكون يعني أداءك مساعدة في التعليم الإلكتروني عشان يكون انتشاره ومدياته أوسع بالعالم العربي وحتى يخرج للمدربين العرب اللي هم يشتغلون خارج الوطن العربي إن شاء الله، علما أنه أضع نسخة بالإنجليزي للمدربين الأجانب في مواقع معينة يتابعوها المدربين العرب نفسهم. فنتوكل على الله ونشوف هذا التدريب اللي يأتي بعد فترة الإحماء. يعني أنا أعشق الفعالية التي تأتي بعد فترة الإحماء، أنا أسميها مفتاح الوحدة التدريبية. راح يدخل الفريق مرتاح الآن، مأدي بدني، مالي التكرارات أنت مسؤول عنها، المهم أن تكون مسؤول عنها. تعطي تكرار لمرة واحدة وتحسب لأحد اللاعبين نفذ مرة، تحسب لمن يجي مرة أخرى نفذ اثنين من مكان واحد يكون جيد. يعني لأن هنا اختلاف بالركض وبالمناخ، تريد تعمل على شاكلة ثلاث مراحل، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثانية، أو خيار أول، خيار ثاني، خيار ثالث، أنت تكون أصلت كبد الحقيقة والتزمت بما يعرف معدل الشغل لراح. أحب هاي التمارين اللي تصير بستيني أبا أن يكون هناك محافظة على معدل الشغل لراح. أنا موفق المولى، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. سأرقم هذا التمرين وأضعه مع الفيديو الخاص بهذه الفعالية. جزاكم الله خير، صلى الله على سيدي رسول الله وعلى آل بيته الكرام وصحبته الميامين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. إن شاء الله لا يفرقنا في هذه الأسماء التي تعتبر نجوم، لا يفرقنا شيء، نتوكل على الله. شكرا جزيلا.